النهارده هنتكلم عن حاجه جديده، هنتكلم عن حاجه اسمها ثيرمال كونتاكت ريزيستنس. تعمل ايه ثيرمال كونتاكت ريزيستنس؟ الفكره كلها بتقول لي ان لو عندي اي سطحين، احنا قلنا لو انا عندي تو او بلين وول متكونه من كذا سطح، لو جيت حطيت طبقتين من البلين وول دول على بعض، فبالتالي لما اجي ابص كده اهوت على الطبقتين دول، لازم يكون الطبقات ديت او التو وولز دول منطبقين على بعض تماما. يعني في يبقى في حاجه اسمها بيرفكت كونتاكت. طب لو مفيش بيرفكت كونتاكت بقى هعمل ايه؟ يعني ايه اللي بيحصل لو مفيش بيرفكت كونتاكت؟ مهما كان السطح قدامي شكله مظبوط ومستوي تماما وناعم جدا، فالسطح دوت ستيل بيفضل فيه حاجه اسمها سيرفيس رفنس. يعني ايه سيرفيس رفنس؟ يعني لو حضرتك جبت السيرفيس دوت حطيته كده اهوت تحت الميكروسكوب، هتشوف ان السيرفيس رفنس بتاعي وحش جدا. يعني هتلاقي السطح بتاعي طالع ونازل طالع ونازل طالع ونازل، زي الصوره اللي هنشوفها دلوقتي. ادي شكل السيرفيس بتاعي في الحقيقه اللي هو اللي انا مشاور عليه ده، وادي الشكل في الحاله الايديال. في الحاله الايديال انا السطحين منطبقين على بعض تماما، مفيش اي مشكله ما بينهم، فبالتالي بيحصل كونفكشن عادي جدا. في الحقيقه الكلام ده مش بيحصل. مهما كان زي ما قلت، مهما كان السيرفيس رفنس بتاعي عالي جدا، يعني التموجات في السطح صغيره قوي، لكن في الاخر التموجات ديت لما تيجي احط سطحين على بعض بيعمل ايه بقى؟ بلاقي ان البيكس اللي حاصله دي تنطبق على بعض، دي تعمل لي ما عنديش مشكله فيها، تعمل لي كوندكشن عادي جدا. انما المشكله في التموجات الصغيره اللي محطوطه دي. ايوه يا باشمهندس. لا يا دكتور، هي بس الصوره ما كانتش واضحه حضرتك بتشاور فين، بس كانت السلايد اللي قبلها هي اللي ظهرت. طيب دلوقتي دلوقتي تمام السلايد اللي حضرتك بتشرح فيها. تمام، يبقى انا عندي الكيس اللي احنا كنا بنتكلم فيها، كيس الايديال. انا بقول كده في الكيس الايديال الطبقتين انا بعتبر ان ليهم سيرفيس فينش عالي جدا، مفيش اي مشكله ما بين السطحين، بعمل كوندكشن عادي جدا. الحاله الحقيقيه بتقول لي لا، ده نتيجه ان مهما كان السيرفيس فينش بتاعي عالي جدا، لازم هيكون فيه تموجات في السطح، فهلاقي ان البيكس ديت ابتدت تعمل لي كوندكشن، متلامسه مع بعض فبتعمل لي كوندكشن. انما المشكله في الفراغات اللي موجوده ما بين السطحين ديت، نتيجه الفراغات دي عملت ايه بقى؟ الفراغات ديت بتحبس لي جواها هواء، وزي ما قلت ان الهواء دوت ماتيريال الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعته منخفضه جدا. معنى كده اكني حطيت في النص، اكني حطيت في النص عازل، فبالتالي بيحصل نتيجه الكونتاكت دوت بيحصل ان درجه الحراره بيحصل لها تمبريتشر دروب، زي ما احنا شايفين كده اهوت من تي 1 لتي 2 على سطح التلامس اللي ما بين الوول 1 والوول 2 او لاير 1 ولاير 2. اتفقنا؟ طيب هنتعامل معاها ازاي ثيرمال كونتاكت ريزيستنس؟ لازم اولا ابقى فاهم يعني ايه ثيرمال كونتاكت ريزيستنس. انا ما يهمنيش القصه هتمشي ازاي، يعني دي بتتعمل ازاي او بتتحسب ازاي، ده ما يهمكش. الثيرمال كونتاكت ريزيستنس ممكن اجي في مساله اقول لك في ما بين السطح 1 و2 في ثيرمال كونتاكت ريزيستنس، وممكن في مساله ثانيه ما اديكش كونتاكت ريزيستنس. لو اديتها لك هتستخدمها، لو ما اديتها لكش خلاص ما عنديش مشكله. اللي يهمني في الثيرمال كونتاكت ريزيستنس تعرفوا ايه الحاجات اللي بتعمل لي افكتنج الكونتاكت ريزيستنس دي. ايه الحاجات اللي بتاثر على الكونتاكت ريزيستنس؟ في الحقيقه هم شويه البارامترز اللي انا حطيتهم قدامي دول. اول حاجه السيرفيس فينش بتاعي او السيرفيس رفنس، اللي هو نعومه السطح بتاعي شكلها عامل ازاي، الماتيريال بروبرتيز بتاعتي، شكل الخواص بتاعت الماتيريال نفسها عامل ازاي، درجه الحراره والبريشر عند الانترفيس. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انا لو عندي الانترفيس دوت اللي هي منطقه التقابل ما بين السطحين دول، البريشر والتمبرتشر فيهم بكام؟ ده بيحدد لي الخواص بتاعت الفلويد اللي موجود جوه، وبالتالي ده بيحدد لي الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعت الفلويد اللي موجود جوه ده شكله عامل ازاي. الحاجه الاخيره نوع الفلويد اللي محبوس جوه، ممكن يكون نوع الفلويد ده هواء، ممكن يكون غاز من نوع تاني، ممكن يكون شحم مثلا، ممكن يكون زيت في مكنه ولا حاجه، فده كله بيأثر عليا. طب ايه الحاجات اللي تخليني اقلل الكونتاكت ريزيستنس بتاعتي؟ يعني عايز اقلل الكونتاكت ريزيستنس عشان ازود الهيت ترانسفير ريت. عشان اقلل الكونتاكت ريزيستنس بتاعتي لازم اقلل السيرفيس رفنس بتاعتي على قد ما اقدر، يعني لازم اخلي السيرفيس فينش بتاعي عالي جدا. تاني حاجه عشان اقلل الكونتاكت ريزيستنس لازم ازود البريشر اللي انا بعمل بيه او بربط بيه السطحين ببعض. يعني ايه؟ السطحين دول محطوطين فوق بعض، لو ضغطت السطحين دول جامد على بعض
ده بيقلل الفراغات اللي موجودة ما بين السطحين، أكني بطبع السطحين على بعض. خلاص. النقطة الثالثة بيقول لي ممكن أعمل حاجة بسيطة خالص، ممكن الفراغ أو ممكن ما بين السطحين دول أحط حاجة اسمها thermal conducting liquid، مادة كده هوت أو بيسموها thermal grease. إيه المادة دي؟ المادة ديت مادة بتبقى عاملة زي الليكويد كده هوت أو زي الشحم أو زي الزيت. المادة ديت ببساطة خالص بتبقى مادة موصلة للحرارة، فلما احط المادة ديت تبتدي تزود لانتقال الحرارة ما بين السطحين او تعالج للمشكلة اللي حصلت ما بين السطحين، بتقفل الفراغات دي تماما، وهي المادة اصلا الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعتها عالية، فبالتالي تزود الحرارة ما بين السطحين. في حاجات تانية زي احط حاجة اسمها سوفت ميتاليك فويل، مادة ميتاليك بس عبارة عن فويل بيتحط برضو ما بين الاثنين زي السيلفر والكبر والنيكل والكلام ده كله. الكلام ده زي ايه؟ اللي منكم بيتعامل مع الكمبيوتر، كمبيوترات القديمه شويه او حتى الحديثه، يشوف كده هوت البروسيسور بيتحط فوقيه حاجه اسمها هيت سينك. حد عارف القصه دي يا شباب؟ حد يعرف القصه دي يا شباب بتاعت البروسيسور والهيت سينك دي؟ هي دي يا دكتور الماده اللي هي زي الجل شويه تقريبا، اسمها معجون او حاجه زي كده. مظبوط، بتتحط ما بين البروسيسور وما بين الهيت سينك دوت، ده كل اللي بيعمله طبعا. والهيت سينك دوت بيتقفل بكليبس دوت فوق البروسيسور بحيث انه يزود البريشر ما بين السطحين، وكمان بحط الثيرمال جريز ده بحيث ان هو يزود الانتقال الحراره من البروسيسور للهيت سينك ده. فهو الفكره كلها ان الكونتاكت ريزيستنس نتيجه النعومه بتاعت السطحين تعمل لي فراغ. اتفضل يا باشمهندس. هو دكتور جميل غالبا، او مش يعني مش متاكد من اسمه قوي، بس هو فتح ميتنج في الجروب اللي احنا كنا عاملينه قديم اللي هو بتاع جروب 1. فتح ميتنج تانية؟ في جروب 1 يا باشمهندس. لو ممكن انا معاك على الجروب اهو. تمام. ماشي يا دكتور. تمام ماشي تمام يا دكتور. خلاص هكمل. تمام ماشي شباب. يبقى لغايه دلوقتي فهمنا يعني ايه الكونتاكت ريزيستنس. الفكره كلها ان انا هديك الكونتاكت ريزيستنس ما عندناش مشكله، بس تبقى فاهم لو انا حطيتها لك ما بين سطحين يبقى ما بين السطحين دول هضيف حاجه اسمها كونتاكت ريزيستنس عادي جدا، ما عنديش مشكله فيها. وممكن اطلب منك انك تحسب لي الكونتاكت ريزيستنس دي بكام، او تحسب لي التمبريتشر دروب على الكونتاكت ريزيستنس دي بكام، على حسب نوع المساله اللي هتجيلي. هنا نوع تاني من شكل الاسطح اللي هو لو انا عندي بارل ريزيستنس نتورك. يعني ايه بارل ريزيستنس؟ انا كنت شايف ان الحراره بتعدي المره اللي فاتت في شكل سيريز ريزيستنس، المره دي هتعدي بارل. بارل ازاي؟ الحيطه بتبقى متكونه من طبقتين فوق بعض زي ما احنا شايفينهم كده، هو شايفين الطبقتين مش ورا بعض، الحراره ماشيه في طبقتين متوازيتين. فلو قلت ان السطح اللي انا بشاور عليه ده سطح اسمه سطح واحد، خلاص، او عنده درجه حراره اسمها تي 1، والسطح الثاني عنده درجه حراره كلها بالكامل اسمها تي 2. فالحراره هتبتدي تتحرك من تي 1 لتي 2 بطريقتين، جزء من كميه الحراره يمشي في الماتيريال رقم 1 اللي هي الكوندكتيفيتي 1، جزء الثاني رقم 2 اللي هو ليها ثيرمال كوندكتيفيتي اسمه كي 2. فتبقى الحراره اتقسمت لجزئين، جزء اسمه كيو 1 هيعدي في ريزيستنس اسمها ار 1، والجزء الثاني يمشي اسمه كيو 2 يمشي في ريزيستنس اسمها ار 2، لغايه لما اوصل لاخر السطح اللي هو تي 2 ترجع الحراره تتجمع مره ثانيه وتطلع كميه واحده. طيب الكميه دي هتحسبها ازاي؟ بقول كده ان الكيو دوت التوتال اللي كانت داخله على السطح هي كيو دوت 1 زائد كيو دوت 2. كيو دوت 1 اللي هي تي 1 ماينس تي 2 على ار 1، كيو 2 او كيو دوت 2 هي تي 1 ماينس تي 2 برضه على ار 2. فلو خدت تي 1 ماينس تي 2 دي كومن، فيطلع لي ان مجموع الثيرمال ريزيستنس لو كانت بارل هتطلع لي 1 على ار 1 زائد 1 على ار 2، اللي هي الريزيستنس البارل العاديه خالص. يعني انا لو عندي تو ريزيستنس ان بارل زي ما كنت بتعمل في الكهرباء هتعملهم هنا، فهتقول ان 1 على ار توتال هي نفسها 1 على ار 1 زائد 1 على ار 2. او لو عندي تو ريزيستنس بس هقول ان الار توتال ار 1 في ار 2 على ار 1 زائد ار 2. ار 1 طبعا عارفها اللي هي L1، المسافة اللي هي اسمها L، L ثابتة طبعا في الاثنين، على K1 في الاريا 1. R2 هتبقى عبارة عن L برضو نفس السكنس، بس المرة دي على K2
في الاريا 2. طبعا تبقى المفروض عارف الاريا 2 والكي 2 والال دي بكام. ده لو انا عندي بارر ريزيستنس. الحاجه اللي هنتكلم عليها بعد كده، احنا كنا اتكلمنا على الكوندكشن بس اتكلمنا على البلين وول. طب لو عندي سلندريكال وول، يعني ايه سلندريكال وول؟ حاله زي التيوب مثلا. التيوب ديت عندي ليها ريدياس داخلي اسمه R1، ليها ريدياس خارجي اسمه R2. من جوه السطح الداخلي ليه درجة حرارة اسمها T1، للسطح الخارجي ليه درجة حرارة اسمها T2. في حرارة هتعدي جوه السطح ده؟ طبعا في حرارة هتعدي جوه السكنس ده. الحرارة اللي هتعدي جوه السكنس ده هتعدي برضو بالكوندكشن بنفس الطريقة. طيب نتكلم على ستيدي ستيت. فستيدي ستيت معناها ان T1 وT2 ثابتين طول الوقت، هما وكمية الحرارة. طيب المرة دي بقى الكوردينيتس بتاعتي شكلها عامل ازاي؟ في الحقيقة الكوردينيتس بتاعتي هي عبارة عن الار اللي انا بشاور عليه ده، والسيتا يعني ان انا لف حوالين السلندر بالشكل اللي انا بعمله ده، والزد اللي هو واخد او ماشي في اتجاه الطول او في اتجاه اللينس بتاع الماسورة اللي قدامي دي. طيب الحرارة بتتغير في اي اتجاه؟ احنا كنا قلنا ان انا بتكلم على وان دايمنشنال. الحرارة بتتغير في اي اتجاه؟ زي ما احنا ملاحظين كده هوت، ان السطح الداخلي ليه درجة حرارة اسمها T1، السطح الخارجي ليه درجة حرارة اسمها T2. ده معناه ان الحرارة بتتغير في اتجاه واحد اللي هو اتجاه R. يبقى الاتجاه اللي اسمه سيتا لو مسكت اي سطح فيهم وليكن السطح الداخلي، مشيت لفيت على السطح الداخلي دوت من اول اي نقطة فيه لغاية اخر نقطة فيه، هتلاقي كله ليه نفس درجة الحرارة اللي اسمها T1. طب لو مشيت على زد، يعني لو مشيت على السطح الداخلي ده من جوه من اول نقطة اللي انا واقف عليها ديت بطول الماسورة لغاية الاخر كده هوت، هلاقي برضو ليها نفس درجة الحرارة اللي اسمها T1. ونفس الكلام عند T2. الحرارة تتغير فين؟ الحرارة تتغير كل ما غير R. يعني لو دخلت جوه الثيكنس في اي نقطة جوه الثيكنس هتلاقي درجة الحرارة مختلفة عن T1 وT2. الحرارة بتتغير من اول T1 لغاية لما توصل لT2 بتغير الراديوس. يعني طول ما انا بغير في الراديوس هتلاقي درجة الحرارة بتاعتي قاعدة تتغير. انما طول ما انا ماشي على ثيتا مفيش تغير. يعني لو جيت على السطح الخارجي من بره لفيت على السطح الخارجي ده كله على بعضه كده هوت، هلاقي ليه نفس درجه الحراره اللي اسمها T2. لو مشيت على طول الماسوره من بره بالطول هلاقي برضه ليها نفس درجه الحراره اللي اسمها T2. يبقى انا عرفت كده ان انا شغال وان دايمنشنال، الحراره بتتغير في الاتجاه اللي اسمه R. طب الفوريير لو في الحاله دي هتبقى شكله عامل ازاي؟ الفوريير لو هيقول لي كده هوت ان كيو دوت كوندكشن بتاع السلندر المرة دي هيبقى بيساوي نيجاتيف الكي في الاريا في دي تي، بس المرة دي مش باي دي اكس، انا الكوردينتس بتاعتي اتغيرت، هيبقى باي دي ار، لان هو ده الاتجاه اللي بتتغير فيه درجة الحرارة. لو خدت الاريا بتاعي هي عبارة عن 2 باي ار في ال، وحطيت الكلام ده في القانون وعملت فصل للمتغيرات بتاعتي، فبقول كده ان كيو دوت كوندكشن على الاريا في الدي ار ده بيساوي نيجاتيف الانتجريشن من تي 1 لتي 2 للثيرمال كوندكتيفيتي في الدي تي. طبعا الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعتي احنا اتفقنا من الاول ان انا هاخدها كونستانت فبتطلع بره عمليه الانتجريشن. الاريا بتاعتي هاخدها ب 2 باي ار في ال، فيطلع لي ان هو في انتجريشن لدي ار على ار، الباقي مش داخل جوه الانتجريشن. فلو عملت عمليه الانتجريشن ديت هتطلع لي كده ان كيو دوت بتاعت الكوندكشن في السلندر هتطلع عباره عن 2 باي ال في كي في تي 1 ماينس تي 2 على لين ار 2 على ار 1. ده شكل القانون كوندكشن لو انا بتكلم على سلندر. طيب بما ان انا كنت بتكلم على سلندر ادي شكل القانون بتاعي، ينفع احوله لثيرمال ريزيستنس؟ ينفع احوله. اتفقنا ان عشان ريزيستنس لها عن كيو دوت ار ثيرمال، يعني لازم اقول ان كيو دوت بتساوي تي 1 ماينس تي 2 على كل البارامترز الباقيه على بعضها تبقى هي دي الثيرمال ريزيستنس. لو عملت الكلام ده هيطلع لي ان كيو دوت كوندكشن في السلندر بتساوي تي 1 ماينس تي 2 على ار سلندر، ويطلع لي من القانون ان الار بتاعت السلندر هي لين ار 2 على ار 1 على 2 باي كي في ال او ال في كي. خد بالك اني بقول لين ار 2 على ار 1، ار 2 اللي هو القطر الخارجي او نص القطر الخارجي على نص القطر الداخلي على 2 باي ال في كي. فانا نفس الكلام هعمله، طبعا ده شكل الريزيستنس بتاعتي، بقول كده هوت لو انا عندي تيوب قبل ما نخش في السفيريكال،
بقول لو انا عندي تيوب ان هو جواه فلويد ليه درجه حراره اسمها تي انفينيتي 1 وليكن كان جوه الماسوره ديت وليكن ماشي ستيم عند درجه حراره 350 وبره الماسوره ديت ماشيه في جو درجه حرارته وليكن 20 اللي هي تي انفينيتي 2 ففي حراره هتبتدي تتحرك من اول تي انفينيتي 1 لغايه تي انفينيتي 2 اللي احنا مشاورين عليها ديت فالحراره تبتدي تتحرك من اول تي انفينيتي 1 لغايه تي 1 اللي هي درجه حراره السطح الداخلي للتيوب عن طريق convection resistance اسمها R convection 1 وبعد كده تمشي من T1 لT2 خلال resistance resistance دي هسميها R cylinder وبعد كده الحرارة تمشي من T2 لT infinity 2 خلال resistance بسميها R convection 2 خلاص؟ لو أنا عايز أحسب كمية الحرارة هقول إن كمية الحرارة هي T infinity 1 minus T infinity 2 على سيجما R cylinder اللي موجودة في النص ما بين الاثنين دول اللي هي R convection 1 زائد R cylinder زائد R convection 2 بس خد بالك من حاجة الconvection كان واحد على الاريا في الاتش المرة دي لازم تاخد بالك ان الاريا بتاعتي بتتغير من السطح الداخلي للسطح الخارجي ما هي زي البلين وول الconvection في السطح الconvection في السطح الداخلي الاريا بتاعته هتبقى عبارة عن 2 باي في R 1 في L يبقى ال الكونفكشن او الريزيستنس بتاعت الكونفكشن هي واحد على اريا في اتش فهتطلع واحد على 2 باي ار واحد في ال في اتش واحد الار بتاعت السيلندر او الريزيستنس بتاعت السيلندر عارفها لين ار 2 على ار واحد على 2 باي ال في كي الريزيستنس بتاعت الكونفكشن الخارجي مش هتطلع واحد على 2 باي ار واحد ال في اتش واحد المره دي هتطلع واحد على 2 باي في ار 2 المره دي انا بعمل الكونفكشن من السطح الخارجي عند ار 2 مضروب في ال والهواء الخارجي عند convection coefficient اسمه H2 اتفقنا؟ يبقى ده الاختلاف ما بين السلندريكال وول والسفيريكال وول قيمة الconduction بتختلف تماما الresistance بتاعته بتختلف في الconvection بالنسبة للسلندريكال والسفيريكال وول هتلاقي الاريات بتاعة الداخلي او بتاعة الconvection اللي من جوه غير الاريا بتاعة الconvection اللي من بره يبقى انا كده ده السلندريكال وول طبعا اقدر اعمل composite يعني اقدر احط طبقه طبقه سلندر ورا بعضها بنفس الطريقه زي ما عملنا المره اللي فاتت وابقى ماشي في سيريز ريزيستنس زي ما قلنا في البلين وول بالظبط لو اتكلمت عن السفيريكال وول برضو لو عندي سفير السفير ديت مجوفه ليها قطر داخلي او نص قطر داخلي اسمه ار 1 ليها نص قطر خارجي اسمه ار 2 الماتيريال بتاعتها ليها ثيرمال كوندكتيفيتي اسمها كي السطح الداخلي عند درجة حرارة اسمها T1 السطح الخارجي عند درجة حرارة اسمها T2 هيحصل conduction هيحصل conduction بس اخد بالي برضو ان الكوردينتس بتاعتي بتتغير ايه شكل الكوردينتس المرة دي المرة دي الكوردينتس بتاعتي هي عبارة عن R وثيتا اللي هو بلف كده هوت على الكورة وفاي اللي هو بلف في اتجاه تاني يبقى الكوردينتس بتاعتي R وثيتا وفاي طب درجة الحرارة بتتغير في أي اتجاه يعني لو دخلت جوه السكنس ده عند اي سكنس فيهم او عند اي ريدياس فيهم الاقي درجه الحراره بتتغير انما لو مشيت على الكوره ديت في اي سيتا في اي اتجاه على السطح الداخلي ده هيديني نفس درجه الحراره اللي اسمها تي 1 لو مشيت عليها في اي اتجاه تاني في اتجاه فاي برضه هيديني درجه الحراره اللي اسمها تي 1 بنفس الطريقه الاريا بتاعه السفير هي عباره عن 4 باي ار سكويرد فتطلع لي كيو ضد بتاعت الكوندكشن بتاعت السفير هي تي 1 ماينس تي 2 على ار بتاعت السفير لو عملت الانتجريشن زي ما عملته المره اللي فاتت هيطلع لي ان الار بتاعت السفير هي ار 2 ماينس ار 1 على 4 باي في ار 1 في ار 2 في الثيرمال كوندكتيفيتي كي واخد بالي ان ار 2 هي الكبيره اللي هو القطر او نص القطر الخارجي ار 1 هي نص القطر الداخلي وبرضه اخد بالي في الكونفكشن لو انا عندي السفير ديت جواها فلويد ومن بره في فلويد تاني ان الكونفكشن اللي بيحصل جوه بيحصل من اريا هي عباره عن 4 باي في ار 1 سكويرد والكونفكشن اللي بيحصل من بره هو عباره عن كونفكشن بيحصل من اريا عباره عن 4 باي ار 2 سكويرنا عايزين نتكلم بعد كده عن حاجه اسمها كريتيكال راديوس اوف انسيوليشن ايه قصه الانسيوليشن ازاي هتعامل مع الانسيوليشن في المسائل بتاعه الهيت ترانسفير هو في فرق ما بين الماتيريال بتاعت الانسيوليشن واي ماتيريال تانية في الحقيقه ما عنديش فرق غير فرق واحد
ان ماده الانسيوليشن المفروض انها ليها ثيرمال كوندكتيفيتي منخفضه، المفروض ان انا بحطها على الوول بتاعتي بهدف ايه يا شباب؟ يعني حد منكم عارف بحط الانسيوليشن ده ليه؟ ها يا شباب، بحط الانسيوليشن ده يا شباب بهدف ان انا اقلل الهيت ترانسفير، يعني هدفي ان انا اقلل الهيت ترانسفير. لو كنت بتكلم على بلين وول، كل اللي بيعمله الانسيوليشن ده بزود طبقه عاديه على البلين وول بتاعتي. خدوا بالك بتكلم على بلين وول حيطه مستقيمه، مش الشكل اللي قدامي في السلايد ده خالص. فلو بتكلم على بلين وول وحطيت عليه انسيوليشن، كل اللي هيعمله الانسيوليشن انه هيضيف لي ريزيستنس جديده. الريزيستنس ديت هي عباره عن ال على الكي في الاريا، الكي بتاعتي منخفضه قوي، فبالتالي تطلع الريزيستنس دي كبيره جدا، فبالتالي تقلل لي الهيت ترانسفير، لان انا بقول الكيو ضد بتساوي دلتا تي على ار ثيرمال. فلو كانت الار دي كبيره فالكيو ديت اكيد هتقل، يبقى الانسيوليشن هدفه ان انا بقلل كميه الحراره. في الحقيقه لما جينا نعمل او نحط انسيوليشن على اسطح شكلها سلندريكال او سفيريكال، لقينا حاجه غريبه جدا بتحصل. ايه اللي بيحصل بقى؟ في الحقيقه لو فكرت كده هوت ان انا ممكن اجيب ماده انسيوليشن ورحت خدت ماده الانسيوليشن ديت رحت حطيتها على التيوب، تتفاجئ ان ممكن الكيو بدل ما تقل، انا حطيت انسيوليشن عشان الكيو تقل، الاقي نفس الكيو بتاعتي بتزيد. ينفع يا شباب، ينفع ان انا احط انسيوليشن الكيو بتاعتي تزيد؟ ها يا باشمهندسين؟ لا يا دكتور اكيد لا، ما انا مش حاطط انسيوليشن عشان الكيو بتاعتي تزيد. طب حد عنده تفسير ازاي كيو زادت لو انا حطيتها على سلندر او سفير؟ يعني ايه كيو تزيد؟ انا حاطط ماده المفروض ان الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعتها منخفضه، فبالتالي المفروض كده هوت نظريا ان كيو زادت السلندر او السفير. ها يا شباب، حد عنده تفسير؟ ممكن الطريقه اللي هي صوره بيها مش ان سيريز مثلا ان بارلل، لا 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 هي ستيل ان سيريز. ان سيريز يا باشمهندس، ها ما حدش استنتج اي حاجه من الكلام اللي انا قلته في التو سلايدز اللي فاتوا؟ طيب بص يا شباب، انا المره دي المشكله عندي فين بقى في موضوع السلندريكال والسفيريكال وولز؟ المشكلة عندي ان انا زي ما قلت، انا لو جيت حطيت الانسيوليشن بالشكل اللي مرسوم ده فهتطلع لي يسيبني من التيوب جوه خالص، ماليش علاقة بيها. هيطلع لي ان هو R بتاعت الانسيوليشن وبعدين ان هو R بتاعت الكونفكشن. فلو حسبت كمية الحرارة من التو ريزيستنس دول بس، هقولنا تي واحد ماينس تي اتنين على R انسيوليشن زائد R كونفكشن. خد بالك من حاجة، الR انسيوليشن انت قلت لي انا بحط ماتيريال الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعتها منخفضه قوي زي ما احنا شايفين هنا اهوت، فلما اجي احسب الار بتاعت الانسيوليشن هتبقى لين ار 2 على ار 1 على 2 باي كي في ال. طب الكي ديت منخفضه، وبالتالي الار بتاعت الانسيوليشن دي هتبتدي تزيد قوي، فده تاثيره ان هو يقلل لي الكيو. لكن مع التاثير دوت ظهر تاثير ثاني في الحقيقه. ايه هو؟ زي ما قلت لك ان الكونفكشن الخارجي بيحصل من القطر الخارجي. حضرتك قاعد تحط انسيوليشن، الانسيوليشن ده اللي بيعمله لك في السلندر ديت انه بيزود لي الراديوس الخارجي، قاعد يزود الراديوس الخارجي. فطول ما انت قاعد تحط طبقات من الانسيوليشن، انا متخيل ان طبقات الانسيوليشن ديت هتعزل، لكن في الحقيقه قدام العزل ده حضرتك قاعد تزود السيرفس الخارجي اللي بيحصل منه الكونفكشن. طيب خد بالك بقى ان انا كل ما بزود الار 2 دي، الريزيستنس بتاعت الكونفكشن دي بيحصل لها ايه؟ الريزيستنس بتاعت الكونفكشن دي قاعده تقل. فبالتالي انا عندي ريزيستنس بتزيد والتاثير الثاني بيخلي لي الريزيستنس تقل. الريزيستنس بتزيد في الانسيوليشن او في الار بتاعت الانسيوليشن ده المفروض انه يخلي لي الكيو بتاعتي تقل، انما التاثير الثاني اللي هو بتاع الراديوس نتيجه ان الراديوس قاعد يزيد طول ما انا بزود في الطبقات بتاعت الانسيوليشن، ده معناه ان الكيو بتاعتي قاعده تزيد، ده معناه ان الكونفكشن الخارجي قاعد يزيد، الاريا قاعده تزيد وبالتالي الكونفكشن الخارجي بيزيد. طيب مين تاثيره يغلب؟ في الحقيقه ما نعرفش مين فيهم يغلب. لازم اعمل دراسه اشوف منها، لازم اعمل كومبرومايز ما بين حاجتين، ما بين حاجه اسمها الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعت الماتيريال
والراديوس اللي انا هسيب عنده الانسيوليشن ده، يعني هتحط انسيوليشن لغايه راديوس قد ايه، لازم اعرف الثيرمال كوندكتيفيتي، لازم اجيب ماده اخلي التاثير بتاع الثيرمال كوندكتيفيتي او تاثير الار انسيوليشن يبقى اعلى بكتير من تاثير الار بتاعه الكونفكشن. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ نعمل الكلام ده بطريقه بسيطه جدا. لو بصيت كده للتغير، لو جبت اي ماده عزل وبصيت كده للتغير بتاعي عشان اشوف حاجه اسمها الار كريتيكال، فهلاقي كده هوت ان الفاريشن بتاع كيو بيحصل ازاي. لو غيرت الراديوس من اول ار واحد هتلاقي طول ما انا بزود في طبقه العزل من الكيو دوت بير ديت، يعني الماسوره ديت من غير اي عزل، طول ما حضرتك قاعد بتحط عزل هتلاقي ان الكيو بتاعتك قاعده تزيد لغايه لما توصل لقيمه ماكسيمم عند حاجه اسمها الار كريتيكال، وبعد الماكسيمم دوت الكيو بترجع تقل. معنى كده ان انا هجيب ماده العزل حضرتك هتفضل تحط فيها، تحط طبقات من اول ار واحد لغايه الار كريتيكال، ده كله قاعد يزود لي في الكيو. طب ده انا بحط انسيوليشن، يعني معنى الانسيوليشن ده معناه ان انا عايز اقلل الكيو. لا، في الحقيقه اول لما هتحط طبقات من العزل ده هيزود لي الكيو مش هيقللها، لغايه لما اوصل لرقم اسمه ار كريتيكال. عند الار كريتيكال دوت لو زودت طبقات العزل تاني هتلاقي الكيرف او الكيو بتاعتي ابتدت تقل مره تانيه. يهمني عشان لما اجي اعمل تصميم هل ينفع اعمل ده في الحقيقه، ان انا اجيب عزل افضل احط منه طبقات والاقي الطبقات ديت قاعده تزود لي الهيت ترانسفير لغايه قيمه معينه، وبعد كده احط طبقات تاني عشان ترجع تقلل الهيت ترانسفير تاني. الكلام ده معناه ان انا هزود من اول ار واحد لغايه لما اوصل قدامها الناحيه التانيه، ده كله سيكنس اللي هو اللي انا بشاور عليه ده، ده كله سيكنس مش هستفيد بيه من العزل، لان هفضل ازود الكيو لغايه لما اوصل للار كريتيكال، وبعد كده هفضل اقلل الكيو لغايه لما ترجع تاني للكيو بتاعت البير، وبعد كده ازود السيكنس تاني عشان ترجع تقل مره تانيه عن الكيو دوت بتاعت البير باي. طيب نعمل ايه عشان احسب القصه مظبوط؟ لازم اعرف قيمه الار كريتيكال ده بكام. خلاص، يبقى لما اجي اعمل ديزاين لازم اعرف الار كريتيكال ده بكام، وهل متناسب مع اللي انا بقوله ده ولا لا. يعني ايه؟ يعني من الاخر كده عايز اعرف النقطه دي عند ريدياس كام. هعرفها ازاي؟ هعرفها عن طريق ان انا هعمل ديفرنشيشن للكيو مع الار 2. لو عملت ديفرنشيشن للكيو مع الار 2 ده هيديني اللي هو الزيرو سلوب بتاعي، ده هيديني حاجه اسمها كريتيكال ريدياس. يبقى هاخد دلتا كيو باي دي ار 2 واساويها بالزيرو، وتجيب الدي كيو دبل داش باي دي ار 2 هتطلع قيمتين، هتاخد القيمه منهم النيجاتيف اللي هي تطلع لك الماكسيمم. خلاص، نقطه الماكسيمم دي بتطلع عندي عند كام؟ بتطلع عند ار كريتيكال بتساوي الكي بتاع ماده الانسيوليشن على الاتش اوت. خد بالك الكي دي بتاعت ماده الانسيوليشن، الاتش دي بتاعت الهواء الخارجي او الفلويد الخارجي اللي بره الماسوره دي اللي بيأثر على الكونفكشن. يبقى الار كريتيكال بيساوي الكي بتاع الانسيوليشن على الاتش. طيب انا بصمم دلوقتي ديت ماشي فيها ستيم، وانا عايز احط عزل عشان الستيم دوت ماشي في اوضه درجه حرارتها وليكن 20 درجه، فمش عايز الستيم ده يتكثف مني وانا ماشي، عايز احط فوقيها عزل. هتجيب عزل ازاي؟ يعني اجيب عزل بأني قيمه؟ في الحقيقه في مواد كتيره جدا للعزل. في مواد هتلاقي الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعتها بواحد، وفي مواد هتلاقي الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعتها ب 0.1، وفي مواد هتلاقي الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعتها ب 0.01. تاخد اني ماده؟ لما حضرتك تروح تشتري المادة ديت من الراجل هيقول لك والله عندك مادة عزل واحدة اللي هي بتدي ثيرمال كوندكتيفيتي مثلا وليكن بواحد، المادة ديت المتر المربع مثلا منها ب 100 جنيه، والمادة الثانية اللي هي الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعتها ب 0.1 المتر المربع بتاعها ب 1000 جنيه. اخد دي على حسب حاجة اسمها الار كريتيكال. اعرفه منين بقى الار كريتيكال ده؟ لو حضرتك عايز تعمل تصمم ماسورة، الماسورة ديت لما تيجي تحط عليها عزل الكيو فعلا تقل ما تزيدش، كل اللي هتعمله هعمل حاجة اسمها البنفيت انسيوليشن. هيعمل ايه البنفيت انسيوليشن ده؟ كل اللي انا هعمله هخلي الكيو دوت بتاعت البير بايب هخليها عند الكيو ماكسيمم. خليها ازاي عند الكيو ماكسيمم؟ كل اللي هعمله هقول ان الار كريتيكال بتاعت السلندر هي نفسها الار اوت بتاعت الماسورة من غير عزل، يعني اكني بقول الماسورة ديت الار كريتيكال بتاعها يطلع بكام من غير عزل؟ الار كريتيكال يطلع زي الار بتاع الماسوره، يعني اقصى كميه حراره تطلع من الماسوره ديت وانا مش حاطط عليها اي عزل. طب انا عرفت الار اهو الار كريتيكال ده،
هحطه بالار اوت بتاع الماسوره وعارف الاتش اوت بتاع الماسوره فتقدر تطلع من الايكويشن ديت حاجه اسمها كي بتاع الانسيوليشن. الثيرمال كوندكتيفيتي اللي انت حسبتها من الايكويشن دي هي الثيرمال كوندكتيفيتي للانسيوليشن اللي لو ضفت منه اي طبقه عزل على الماسوره دي تبتدي الكيو تقل مش تزيد. يعني ايه؟ يعني اكني خدت الكيو بتاعتي من اول النقطه دي وحطيت طبقات عزل تقلل لي الكيو بالشكل ده، لان زي ما قلت المره اللي فاتت العمليه او في السلايد اللي احنا شرحناها دي قلت ان العمليه هتبقى كومبرومايز ما بين حاجتين، ما بين ثيرمال كوندكتيفيتي وما بين ريديوس. انا عايز ثيرمال كوندكتيفيتي يبقى تاثيرها عالي جدا بالنسبه للتاثير بتاع الار، فبالتالي الكيو بتاعتي تقل. هو ده اللي انا عملته بالظبط. لما عرفت الار كريتيكال او لما سويت الار كريتيكال بتاعه السلندر بالار اوت بتاعه السلندر هتبقى بتساوي الكي انسيوليشن على الاتش اوت، وانا عارف الاتش اوت فاقدر احسب ثيرمال كوندكتيفيتي لماتيريال. الماتيريال ديت اي سيكنس من العزل احطه فوق الماسوره ده هيقلل لي كميه الحراره مش هيزود. يبقى هدفي في المساله بتاعه الكريتيكال ريديوس اوف انسيوليشن ان انا بحسب حاجه اسمها كي انسيوليشن اللي تحقق لي حاجه اسمها البنفيت انسيوليشن. يعني ايه تاني بنفيت انسيوليشن؟ يعني ماده عزل لما احط منها اي سيكنس فوق الماسوره يقلل لي كميه الحراره مش يزودها، يعني يخلي لي كميه او التاثير بتاع الثيرمال كوندكتيفيتي اعلى بكتير خالص من تاثير الكونفكشن، وبالتالي الكيو بتاعتي تقل مش تزيد. طيب خد بالك ان الار كريتيكال اللي انا قلت عليها ديت كي انسيوليشن على الاتش اوت دي بالنسبه للسلندر. طب السفير ينفع نعمل فيها نفس الكلام؟ نفس الكلام ينفع تعمله في السفير لانه نفس التاثير بيظهر بالظبط. هتلاقي كده هوت ان الار كونفكشن بتزيد. خد بالك ان الكيرف ده بيوضح لي شكل الريزيستنس بتاعتي، فالريزيستنس الار كونفكشن بتقل ده يزود لي الكيو، والريزيستنس بتاعت الكوندكشن بتزيد المفروض ان ده يقلل لي الكيو. طب التاثير التوتال الار بتاعتي بتفضل تقل لغايه الار كريتيكال، الريزيستنس بتاعتي بتفضل تقل لغايه الار كريتيكال اللي هي قدامها كيو بتزيد، وبعد كده الار توتال بترجع تزيد مره ثانيه فبالتالي الكيو تقل، اللي هو الكيرف اللي احنا رسمناه بس المره دي رسمناه على الريزيستنس. لو عملت الكلام ده على السفير هيطلع لي الار كريتيكال بتاع السفير بيساوي 2 كي انسيوليشن على الاتش اوت. الار كريتيكال بتاع السفير بيساوي 2 كي انسيوليشن على الاتش اوت. لغايه هنا يا شباب حد عنده مشكله في الكلام ده؟ ها يا باشمهندسين حد عنده اسئله لغايه هنا؟ لا تمام يا دكتور. تمام يا شباب. طيب الحاجه اللي احنا عايزين نتكلم عليها بعد كده عايزين نتكلم عن حاجه اسمها التمبريتشر ديستريبيوشن. ازاي اعمل تمبريتشر ديستريبيوشن او شكل توزيع درجه الحراره في الكوندكشن بيطلع شكله عامل ازاي؟ هنا هوصل بقى او هرجع تاني للايكويشن اللي اسمها الهيت ديفيوجن ايكويشن. لو تفتكر شكل الهيت ديفيوجن ايكويشن في البلين وول كان شكلها بيقول ان دي باي دي اكس لكي في دي تي باي دي اكس ايكوال زيرو، وكنا قلنا كده لو الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعتي ثابته فبتطلع بره عمليه الديفرنشيشن دي فبيطلع لي ان دي سكوير تي باي دي اكس سكوير بتساوي زيرو. لو عملت عمليه انتجريشن مرتين للايكويشن دي هيطلع لي ان تي اوف اكس بتساوي سي 1 في اكس بلس سي 2. خد بالك انا بكامل او بعمل عمليه الانتجريشن بالنسبه للاكس، فتطلع ان درجه الحراره عند اي نقطه اسمها اكس بتساوي كونستانت اسمه سي 1 في اكس اللي هو المسافه في الاتجاه اكس زائد سي 2. طيب عشان تجيب سي 1 وسي 2 لازم اعرف حاجه اسمها الباوندري كونديشن. يعني ايه الباوندري كونديشن؟ يعني نقطه محدده على الوول ابقى عارف درجه الحراره بتاعتها بكام. لو جيت خدت وول زي اللي قدامي دي فهقول كده هوت عند اكس لو هو ده بدايه المحور بتاعي فهقول عند اكس بزيرو يعني تي اوف زيرو درجه الحراره اسمها تي اس 1. لو جيت خدت الكلام ده عوضت بيه في الايكويشن اللي هو تي اوف زيرو يبقى عند تي اوف زيرو سي في الاكس بتاعتي بزيرو فيطلع لي ان تي اوف زيرو بتساوي سي 2 او تي اس 1 بتساوي سي 2. يبقى السي 2 طلع لي بتي سيرفيس 1. الكونديشن الثاني بيقول لي ان عند اكس بتساوي ال درجه الحراره اسمها تي سيرفيس 2. لو خدت الكلام ده طبقته برضو في الايكويشن يبقى تي سيرفيس 2 بتساوي سي 1 في ال الاكس المره دي بال زائد سي 2 اللي هي تي سيرفيس 1 فيطلع لي ان سي 1 بيطلع تي اس 2 ماينس تي اس 1 على ال.
لو خدت بقى C1 وC2 حطيتهم في الإيكويشن دي فيطلع لي إن T of X بتساوي TS2 minus TS1 في X على L زائد TS1. يعني إيه الكلام ده؟ لو ملاحظين كده هات الإيكويشن دي عبارة عن إيكويشن لينير، يعني توزيع درجة الحرارة جوه البلين، جوه البلين وول هيطلع لينير ديستريبيوشن زي ما احنا رسمين من TS1 لغاية TS2. طب لو عايز درجة الحرارة عند أي نقطة اسمها X جوه الوول دي تحسبها ازاي؟ لو عايز نقطة عند X مثلا مش بإل، عند X بتساوي نص L، عند X بتساوي نص L هتبقى TS2 minus TS1 في نص L على L زائد TS1، فتطلع لي T بتاعت نص L ديت بكام، أو عند نص السكنس أو في السنتر بتاع البلين وول دي بيطلع بكام. نفس الكلام ده أقدر أعمله لو كان الوول بتاعتي عبارة عن سلندريكال أو سفيرك. لو أنا بتكلم على سلندريكال وول خد بالك إن الكوردينيشنز بتاعتي أو الكوردينيتس بتاعتي بتتغير. لو جيت حولت كوردينيتس في الهيت كوندكشن إكويشن أو في الهيت ديفيوجن إكويشن هتطلع لي كده هات الترم اللي أنا كنت مطلعه هناك هيطلع بواحد على R D by DR في K في R DT by DR equal zero. لو عملت عملية الانتجريشن للإكويشن دي هتطلع لي ان T of R يعني اي درجة الحرارة عند اي radius اسمه R بتساوي C1 في لين R زائد C2. نفس الكلام محتاج boundary condition عشان اقدر اعرف C1 و C2. الباوندري كونديشن الاولاني بيقول لي ان درجة الحرارة عند R1 بتساوي T surface 1 ودرجة الحرارة عند radius 2 بتساوي T surface 2. طبق الكلام ده في الإكويشن هيطلع لي ان TS1 بتساوي C1 لين R1 زائد C2 و TS2 بتساوي C1 لين R2 زائد C2. لو خلصت التو إكويشنز دول مع بعض تطلع لي C1 و C2 ويطلع لي منهم ان T of R هيطلع ب TS1 minus TS2 على لين R1 على R2 لين R على R2 زائد TS2. ما يهمنيش شكل الإكويشن ولو ان الإكويشن مهمة لانك بتقدر عند اي radius اسمه R تقدر تحسب درجة الحرارة. بما اني بقول عند اي radius يبقى لازم هتشوف R جوه الإكويشن. عند اي radius اسمه R تقدر تحسب درجة الحرارة بكام. انما يهمني انك تشوف ان شكل الإكويشن دي هيطلع عبارة عن لين، يعني عبارة عن كيرف زي اللي احنا هنشوفه ده. ده توزيع درجة الحرارة جوه cylindrical wall. لو خدت شكل السلندر ادي شكل الكونفكشن، الكوندكشن اللي بيحصل جوه هيبقى نفس اللي بيحصل هناك من TS1 لغاية TS2 بس المرة دي باخده بشكل كيرف لان المعادلة بتاعتي عبارة عن لين. فيبقى من TS1 ل TS2 واخده كيرف بالشكل اللي احنا شايفينه ده عشان العلاقة لوغاريتمية يعني او لين. ومن TS2 ل TS3 برضو نفس الكلام هو عبارة عن كيرف. من TS3 ل TS4 خدوا بالكم دي كومبوزيت وول عبارة عن سلندرز ورا بعضها. من TS ل TS4 برضه عبارة عن كيرف، وبعد كده من 4 للإنفينيتي هطلع بشكل توزيع درجة الحرارة للكونفكشن. نفس الكلام دوت لو أنا عملته على السفيركل برضه بيطلع توزيع درجة الحرارة بنفس الشكل. الجدول اللي قدامي دوت هيوضح لي كده سريعا ملخص لكل اللي احنا عملناه تقريبا في الشابتر ده. احنا كده تقريبا خلصنا الشابتر يعني لغاية الار كريتيكال وتوزيع درجة الحرارة احنا كده خلصنا الشابتر ده تماما. ايه اللي احنا اتعلمناه في الشابتر؟ في الحقيقه لو اتكلمنا ادي عندي تلات حاجات اتعاملنا معاهم، حاجه اسمها بلين وول وحاجه اسمها سلندريكال وول وحاجه اسمها سفيريكال وول. خدنا الهيت ايكويشن في 1 دايمنشنال، فشكل ال 1 دايمنشنال ستيدي ستيت للايكويشن ديت من غير جنريشن والثيرمال كوندكتيفيتي ثابته. هي الشكل اللي قدامي مش ثيرمال كوندكتيفيتي ثابته بس ماشي، هيطلع لي ان دي سكوير تي باي دي اكس سكوير ايكوال زيرو. ده كده معناه انه واخد الكيس بتاعتي ثابته. السلندريكال وول بيطلع واحد على R D by DR ل R في DT by DR equal zero. السفيريكال بيطلع واحد على R سكوير D by DR ل R سكوير DT by DR بتساوي zero. temperature distribution زي ما احنا شرحناهم ان لو عايز T of X هتطلع لي ب TS1 minus delta T في X على L. لو عايز T of R هتطلع ب TS2 زائد delta T في لين R على R2 على لين R1 على R2. لو عايزه في السفيريكال هيطلع لي T of R بيطلع ب TS1 minus delta T في 1 minus R1 على R على 1 minus R1 على R2. الهيت فلكس اللي هو Q double dash خد بالك هيت فلكس يعني مقسوم بريونت اريا. الهيت فلكس معناه ان انا قاسم بريونت اريا.
في البلين وول ما عنديش مشكله لان الاريات ثابته طول ما انا ماشي باتجاه الحراره، يعني في اتجاه الحراره الاريات ثابته فبتطلع كيف دلتا تي على ال. انما في السلندريكال والسفيركال الاريات مش ثابته، فبقسم على اريا اسمها 2 باي ار في ال، فبقول كده هوت انها عباره عن كي في دلتا تي على ار لين ار 2 على ار 1. لو سفيركال هتطلع كيف دلتا تي على ار سكويرد 1 على ار 2 ماينس 1 على ار 1 ماينس 1 على ار 2. ما يهمنيش قوي الهيت فلكس، يهمني انك تبقى فاهمه بس في البلين وول ان لو قسمت على الاريا هتطلع الايكويشن بتاعتي كيف دلتا تي على ال، يعني الريزيستنس بتاعت البلين وول بتطلع ال على كي. لو بتكلم بريونت لينز خد بالك في السلندريكال والسفيركال بشتغل بريونت لينز، فهتلاقي في السلندريكال بيطلع الريزيستنس بتاعتي لين ار 2 على ار 1 على 2 باي في كي زي الثيرمال ريزيستنس تحت. يعني لو شايفين الثيرمال ريزيستنس تحت هتلاقي ان البلين وول الريزيستنس بتاعتها قل على كيف الاريا. ففي الغالب لو بتعامل مع بلين وول، لو بتكلم على بلين وول دوت هتعامل بريونت اريا، يعني هتكلم على هيت فلكس، هتطلع قل على كي بس الريزيستنس بتاعتي، يعني الاريا دي هتتشال. في السلندريكال والسفيركال بشتغل، او في السلندريكال بالتحديد بشتغل بريونت لينز، يعني لكل متر من الماسور هتطلع الريزيستنس بتاعتها لين ار 2 على ار 1 على 2 باي في كي، بشيل ال ده اكن ال ده بواحد. في السفيركال طبعا ولا هي بريونت اريا ولا هي بريونت لينز، فبتطلع 1 على ار 1 ناقص 1 على ار 2 على 4 باي في كي. الكريتيكال ريدياس زي ما قلنا، لو انا بتكلم في السلندريكال الار كريتيكال بيساوي كي انسيوليشن على الاتش اوت، لو انا بتكلم على السفيركال فالار كريتيكال يطلع ب 2 كي انسيوليشن على الاتش اوت. حد عنده مشكله لغايه هنا يا شباب؟